للأسف النهاردة رجعنا نسفنا خطوة للوراء، أنا وجهة نظري يعني بدون سبب، وإن كان حتى الحجة ممكن تبقى الإجهاد أو الخوف أكثر من اللازم على اللاعبين علشان ما يتعوروش. كل ده طبعا كلام نقبله وكلام واقعي، لأن إحنا عندنا بطولة مهمة جدا جدا مفيش شك، بطولة الكونفدرالية والنهائي، ماتشين مهمين مع نهضة بركان. لكن أنا وجهة نظري إن في ماتشات تكسب ولا تلعب، فماتش النهارده كان ممكن ينطبق عليه هذه المقوله، وانا شايف ان المباراه ما كانتش بالصعوبه دي قوي، احنا اللي صعبنا المباراه على نفسنا. اولا لو بدات مع حضراتكم بالتشكيل، ان انت بتنزل طبعا كان مستر جوميز فقدر ان هو يعني ينزل لعيبه كتير، ساعات بتبقى جاي من بعيد قوي، انا مش معترض ان يبقى في روتيشن، بالعكس ده الذكاء ان يبقى في روتيشن او تدوير للاعبين، والذكاء ان انا اقدر اوزع المجهود على كل العدد اللعيبه اللي موجوده معايا عشان سباق الموسم طويل في كل البطولات، فمن مصلحتي ان انا اوزع الجهد على كل اللاعبين. وطبعا مساله التوقيتات المناسبه دي وامتى والحرفنه في دي، طبعا دي بتبقى لعبه، ومدير فني يكون يعني جيد انه يقدر يلعبها بشكل مميز من غير ما ياثر على اداء الفريق، ويا سلام كمان لو من غير ياثر على نتائج الفريق. هو الفكره ان انت ممكن تقبل ده على مستوى ان انت بطوله الدوري مثلا دلوقتي الحالي ممكن تقدر تلحق فيها بعض الشيء شويه شويه، رغم ان انا شايف ان احنا متاخرين فيها كتير وكانت فرصه، لكن هو شايف طبعا واحنا كلنا شايفين ان البطوله الاهم دايما بتبدا في الاهم، فالمهم ان ماتشين الكونفدراليه بالنسبه لنا ممكن تكون مش عايز اسميهم حياه او موت، لكن بالنسبه لنا هو انقاذ الموسم باقل خساره، وعلى الاقل تضمن بطوله في ايدك. فالحسبة دي خلتنا ان احنا النهاردة صعبنا المباراة على نفسنا.